السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة المهندس سأسأ. احنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على السكيل، واتكلمنا على الغرفة اللي هي 4×4 اللي احنا عملنا ليها لوحة فرش وعملنا ليها لوحة كهرباء أو شرحنا فيها الكهرباء بالمنظر ده. طبعا هو ده نموذج، أنا حابب بس إن ايه نمشي بالغرفة دي أو بالفراغ ده نموذج كده، ان احنا نطبق عليه اللي بيتطبق على المشاريع الكبيرة من اول الغرفة او الفراغ ده لحد لو مول او قرية سياحية او اي موقع كبير، سواء موقع افقي او موقع رأسي. طيب احنا النهاردة هنتكلم على طريقة الحصر، ازاي احصر البنود اللي في الغرفة اللي انا عملتها اللي هي 4×4 دي، او ايه هي البنود. طب انا خلاص عملت اللوحة دي كده بالمنظر ده، عندي ارضيات، عندي كهرباء، عندي محارة، عندي سقف جبسون بورد، تقريبا كام بند كده. هنتكلم على كل بند بحصره ازاي او ايه طريقة حصره بالظبط. طيب عندنا بند، عندنا مثلا كهرباء. طريقة الحصر بتاعها غالبا بتبقى بالنقطة، بمعنى ايه؟ او المقطوعية. يعني انا بجيب الصنايعي او الفني بيقول لي مثلا انا هاخد الاوضة دي فيها كام نقطة، النقطة هي المجموعة دي كده نقطة، 2 3 4، فبيعد النقط وبيحاسبني بالنقطة. او مقطوعية يقول لي مثلا دي 2000 جنيه، 3000 جنيه، 500 جنيه، ايا كان الرقم. فده بند الكهرباء. طريقة حصره طبعا المفروض ان انا مع الفني بنبتدي نحصر الخامات اللي احنا عايزينها. ايه عندنا الارضيات، ودي بتبقى سهلة جدا، طول في عرض. بمعنى ايه؟ ان عندي احنا قلنا ان الغرفة دي او الفراغ ده كان 4×4، يبقى 4×4 16 متر ارضيات. عندي هزود عليه وزرة اللي هي 10 سنتي، هلف كده بيها الغرفة فبزود عليها متر، يبقى 17 متر. هزود عليها هالك 5% من الرقم ده، مثلا دخلت لي في 17 متر ونص، يبقى في عندي وزرة، في عندي 5% هالك. ده بالنسبة للأرضيات. عندي بقى بالنسبة للمحارة، المفروض المحارة أنا عندي 4 حوائط، الأربع حوائط مقاسهم 1 4 متر، ارتفاع 3، يبقى هنقول 4 متر في ارتفاع 3 متر في عدد 4 حوائط، 1 2 3 4، يبقى 3×4 ب12 في 4 يبقى 48. تمام. طيب عندي مساحة الباب، المفروض بعمل خصب أو تنزيلات. الباب مقاسه 2 متر 20 في 80 سنتي، الكلام ده بيتخصم من الإجمالي ده. عندي شباك، ده باب، عندي شباك اللي هو متر في متر، يبقى الخصم ده زي الخصم ده اللي هو الباب والشباك يتخصموا من الإجمالي ده. كده أنا عرفت المسطح بتاعي إيه. عندي السقف بحارة، وبرضه هضيف السقف اللي هو أعمال سقف، هنضيفه هنا كده اللي هو 4×4. كل ده احنا بنشرح البنود اللي عندنا ايه، وايه هي الطريقة اللي احنا نشتغل بيها الحصر بتاعنا. حصرنا ارضيات، حصرنا كهرباء، حصرنا محارة. عندي السقف، لو سقف جبسون بورد في شغل، في مثلا بيت نور، فهيفرق معانا متر طولي ولا متر مسطح. لو فلات سلاب يبقى بالمتر مسطح، لو هيبقى بيت نور بس لافف ولا حاجة فبيبقى بالمتر الطولي. الكلام ده كله يا جماعة المفروض احنا نطبقه في حاجة اسمها دفتر حصر. دفتر حصر ده بيتباع عادي جاهز في المكتبات، وممكن انت تعمله هو جدول وبنحط فيه الحاجات دي، بيبقى حاجة زي كده.
ده دفتر الحصر اهو، بحط فيه كل بند هنا وابتدي احط الجزئي والاجمالي واجمع الاجمالي البند. ممكن الدفتر ده ممكن احنا نسطر التسطيره دي عادي او على الكمبيوتر مفيش مشكله، بس هي دي طريقه الحصر الاساسيه. ان انت المفروض مثلا لو انا عندي بند، لو عندي بند المحاره، فانا بكتب مثلا بند رقم واحد هنا بيان الاعمال دي، هنقول مثلا اعمال محاره عدد مثلا 4 حوائط، طول الحائط 4 متر، عرض الحائط اللي هو مثلا ارتفاع الحائط 3 متر، اضافات مفيش، تنزيلات مفيش، شو بديل الاضافات، يبقى 4 في 4 في 3 تمام. واحط الناتج بتاعي هنا. بعد كده بعمل ايه؟ الابواب بقى، الباب، شباك الباب، الباب عندي مثلا اللي هو عدد باب واحد طوله 2 متر 20 80 سنتي مثلا، هنا متر، عدد شباك واحد متر في متر بمتر، نحطه في التنزيلات، ده 120 80، نحط الرقم ده هنا، وبعدين هنطرح ده من ده ونحطه في الإجمالي هنا. يبقى أنا هنا طلعت إجمالي بند المحارة. سعدت بيكم وأشوفكم على خير، وإن شاء الله هنشرح باقي البنود على مرات إن شاء الله. السلام عليكم.